اه لا طب خلينا نروح لعلي. علي يعني يمكن انت يعني السنه دي تقيمها انت، احنا في اخر السنه لسه الكاس ما اتلعبش، بس يعني اغلب 80% من الموسم خلص، تقيم الموسم بالنسبه لك السنه دي يعني موسم ناجح، انت راضي عنه؟ ليا شخصيا مش احسن موسم ليا، بس الحمد لله، بس كفرقه وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها واحسن نتائج في كام سنه ما اللي شاء فاتوا، الله. فالحمد لله. بس بس انا عارف عايز اقول نقطه اتفضل بالنسبه اتفضل. لعلي. علي من دي 1 في التسخينه جات له اصابه من ال 10 متر، الف سلامه. فجاله كسر في ريست الايد، كسر كسر في ريست ليه؟ انت الايد. كنت بتقف على ايدك في الاستاند ولا وانت وبتنزل خبطت في حاجه؟ وانا بنزل ايدي فلتت بس الامباكت عالي فردت لورا، عظمة في راسي كسرت. خبر ابيض، اصابه طبعا جامده، انا منعته من النزول يوميها، بس الدكتور بتاع الفرقه عمل ربطه اسعافات، عمل وعلي صمم ان هو ينزل اليوم اللي ايده بعديه مكسوره. وايده مكسوره. علي ايه ده؟ علي ده انت جبت القلب ده منين؟ كنا اتمرنا البطوله دي شهور كتير، وجيت اتعورت قبل البطوله بيوم، هضغط على نفسي يومين وخلاص. بس اوعى تزعل. لا 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 خلاص وما الحمد زعلش، لله. هو عارف ان هو رايح، لو ما جاش مكسبه او الريكورد بتاعه الشخصي، هو عايز يبقى مشارك في الحدث، عايز برافو يبقى عليك، موجود في الدرع العام. برافو عليك. فيعني الاحساس ده كله طبعا وصل لي يعني. طب وايدك اخبار ايه دلوقتي؟ ده الاهم، سيبك من الدوري وسيبك من البطولات، اهم حاجه لا ده ايدك. لاعب ناشئين وكسب ولعب فيرست تيم كمان، في عمومي ما شاء الله. يعني بطولتين ورا بعض 3 4 ايام وايده، وايده في كبيره وبيحط. طب ازاي تقول موسم مش قد كده؟ ده انت والله اكبر يعني، عامل شغل جامد قوي وحتى وانت الحمد مصاب. لله. بس هو الناجح على فكره يعني، طبعا يعني مش عايز اقول كده بس ما او يعني احنا اللي نقول مش انت اللي تقول، الناجح دايما ايوه مبقاش راضي، دايما عايز الاحسن، وده سمات النجاح. نفسك في ايه يا باشا؟ زي اي حد، اولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله قربت. طب ليك بطوله عالم السنه الجايه ولا انت كبرت عنها؟ لا هكون عمومي خلاص، هتكون عموم. بس طيب ممكن يبقى في بطولة عالم كبار، الله اعلم بقى. ممكن تشارك فيها يعني، ولا الله اعلم، ارقامك توديك شايف كده؟ هيبقى في بطولة جاية هي اللي هتبين كل حاجة، بس ان شاء الله امتى البطوله الجايه؟ تبقى على شهر 8 ان شاء الله. شهر ده لسه سنه، شهر 3 صح؟ شهر 3. يعني بس لسه 6 شهور على مصر. الاقل. ده هتبقى في شهر رمضان او قبل رمضان يعني، لو في اول 3 هتبقى قبل رمضان بشويه. ما شاء الله عليك يا علي. طب بس يعني يعني ايه الحاجه اللي السنه دي كانت اضافه ليك؟ هل ادائك اتطور؟ هل التمارين بعد كورونا بقى الدنيا اتفتحت وبدانا نتمرن براحتنا؟ يعني السنه دي اضافت لك ايه؟ السنة دي أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا عملت كذا نطة ما متخيلتش إن أنا أقدر أعملهم في حياتي، برافو. ونطات تقيلة جدا وعملتهم كويس الحمد لله. فدي حاجة أنا طلعت بيها مبسوط جدا الحمد لله. جميل. انت عارف انت عايز ايه يا علي، والله ما شاء الله عليك كده، ربنا يوفقك باذن الله. اجي بقى طبعا لنجمتنا الكبيره يعني اللي وحشتنا جامد. قعدت في امريكا قد ايه يا مها؟ قعدت 5 سنين. كتير، انا بعدت عنك كتير يعني. بس لا ده بس انا على طول باجي هنا يعني، انا بقعد السيزون بتاعي وباجي هنا على طول بلعب بطوله، يعني بطوله اللي هو في بطولتين في السيزون يعني، على الاقل بطوله بلعبها. بتلحقيها في مصر؟ اكيد طبعا اكيد. طيب يعني تجربتك في الولايات المتحده الامريكيه، اكيد في ناس كتيره واخداكي مثل اعلى يعني، ما شاء الله يعني، يعني بطولتين اولمبيتين وكمان دخلت كمان عملت فيهم ترتيب كويس، ومش بس كده وبتعملي في اكبر الجامعات في امريكا، التجربه دي ضافت لك ايه؟ كتير جدا يعني، هي غير الغطس، الدراسة، الغربة برضو بتعلم كتير قوي، بتعلم من ثقافات كتير قوي، لأن معايا كمان في الفريق من كل أنحاء العالم، فالثقافات دي واعتماد على النفس ومسؤولية، وكمان كنت بعمل انترنشيب كمان هناك وكنت كابتن الفريق، فكنت بعمل حاجات كتير قوي غير الغطس والدراسة، وعملت ماجستير هناك، اتخرجت ماجستير وبكالوريوس هناك إعلام، وجبت ما شاء الله جي بي عالي قوي امتياز، فبس كنت بعمل يعني برافو حاجات عليك. كتير. شكرا. طيب بيبقى بعد اللاعب او اللاعبه لما السوبر زيك ما شاء الله وخلص جامعته، بيجي بعديها في مفترق طرق، بيبقى لسه مش عارف هيروح فين او هيعمل ايه، انت رسمه الفتره الجايه ايه؟ خاصه انت ما شاء الله واخده شهاده كبيره من امريكا، رسمه الفتره الجايه ازاي؟ هو انا لسه مخلصه الماجستير، وكان تركيزي على بطوله الجمهوريه اللي هي لسه خلصانه، يعني حقيقي لسه دلوقتي باخد هدنه شويه، لان انا عملت مجهود كبير صحيح في اخر في 5 سنين. انا كنت بلعب في الجامعه، وكنت بلعب في النادي الاهلي ومنتخب، كان في اولمبياد، فكان في مجهود كتير غير الدراسه، غير حاجات كتير قوي، فدلوقتي اخده هدنه محتاجة شويه. بس تفكري تشوفي هتعملي ايه بالظبط ترتاحي. كده، بالظبط كده. لا بجد، لا مجهود مشرف، والحقيقة أنت شرفتينا في محافل كتيرة جدا أنا بصراحة بأمانة شكرا يعني، شكرا شكرا جدا. يعني لا ده حقيقة بجد، أنت يعني يعني من سفيرات مصر اللي فعلا مثلوها بشكل كويس جدا، وكمان خليني اقول ان انت يعني
اشتغلت على نفسك يعني، يعني قصدي اقول لك ان انت كان ليكي حلم ودورت عليه واشتغلت عليه وما همكيش يعني حاجه. طيب خلينا نقول اللي جاي، اللي جايك على المستوى الدولي. عندنا باريس 2024، الروت تو باريس، الاخبار انت لو ان شاء الله تاهلت، بتاهلي ازاي؟ ايه البوابه بتاعتك اللي منها تقدري؟ خلي بالك ان السنه دي بقى او الاولمبياد دي هتكوني انت بتتاهلي من هنا، يعني مش هيبقى تدريبك هنا اغلب الوقت مش في امريكا. البوابه بتاعتك لباريس 2024 هتبقى ازاي؟ هو بيبقى في بطوله افريقيا المفروض بتبقى في ديسمبر، وبياخدوا اول افريقيا من كل جهاز ثلاثه ومثابت اولاد وبنات، وفي بطوله العالم المفروض هتلعب برده في شهر 2، دي بياخدوا اول 12. بس ده عندي كذا بوابه، يعني قصدي اقول لك ان انت تقدري. اسهلهم ايه من وجهه نظرك؟ افريقيا بتبقى يعني نوعا ما اسهل، والعالم برضو مش صعبه يعني، بس محتاجه شغل. برافو عليك، يعني انا مبسوط ان انت بتقولي حتى بطوله العالم مش قلقانه، هي ما اخش بطوله العالم وتاهل منها. بجد انت حاجه يعني تشرف بجد. شاكره جدا، شاكره طيب جدا. رساله للي عايز يبقى زيك، يشتغل على نفسه، يحط خطه لنفسه، يركز في كل حاجه في كل الاتجاهات، يعني رياضه وتعليم، لان كله بيساعد بعضه. برافو عليك. بس وما يفقدش الامل، الالتزام يعني. والالتزام طبعا الالتزام لازم 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 طبعا، لان عشان يحقق كل ده لازم يكون بينام كويس، ولازم يكون بياكل كويس، في حاجات كتيره، ولازم يتعامل مع الفريق بتاعه كمان كويس، عشان هو تيم ورك برده. فكل حاجه يعني كل حاجه صغيره بتجمع بتبقى حاجه كبيره. احييك على كلامك بجد، شكرا جدا. شكرا، يوفقك يا رب ان شاء الله. شكرا. شاهد اجيلك، يمكن كنا يعني بنتكلم في الفاصل ان انت كنت راسمه لنفسك بلان السنه دي، وكان من فتره برضو كنت محققه نتائج. كلميني عن السنه دي من وجهه نظرك، سنه ناجحه ولا لسه عندك كتير تقدمي؟ هو لسه في كتير اكيد، بس يعني البطوله دي كانت احسن من البطوله اللي فاتت الصراحه، عشان اتمرنت اكتر. والبطوله اللي فاتت كنت انا في الجامعه مش بتمرن كتير خالص، بس البطوله دي اتمرنت ودوست على نفسي ورحت فيتنس كتير اتمرنت يعني، والبطوله كانت كويسه الحمد لله. طب قولي لي عملت ايه؟ المركز اللي حققتيه؟ يعني هل الاداء اتطور؟ يعني كلميني عن المركز والاداء. يعني انا جبت 4 فضه ما شاء الله، فضه على المتر وفضه على الثلاثه، وسينكرو مع عمر من على 3 متر، وسينكرو مع مها على 3 متر. ما شاء الله. يعني كلها ميداليات يعني تقريبا. ما فيش ايفنت تقريبا شاركت فيه ما خدتيش ميداليه، صح؟ يعني شاركت في الاربعه دول. يعني انت كان ليكي دور كبير ما شاء الله ان الفريق ياخد الدرع، لان يعني كل دي نقاط ميداليه، بس زي ما قلت كابتن طارق دي في الاول والاخر بتبقى عباره عن نقاط بتتحط في الصندوق عشان نقدر ناخد الدرع العام. طيب خلينا نتكلم عن تطور ادائك، يعني يمكن برضو انا بتكلم على حته بعد كورونا كل الفرق حصل فيها تطور في الاداء، خاصه ان انتوا ما عندكوش حل، يعني ما تقدرش تتمرن في البيت مثلا، انت لازم تروح تتمرن في النادي. كنا بنتمرن فيتنس بس في البيت، بس اكيد مش زي طبعًا. زي ما بنروح النادي طبعًا. طبعًا. طب انت ناقصك ايه؟ شايفه ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي عايزه تشتغلي عليه؟ بدني طبعا. بدني. طب اقول لك حاجه، انت كنت معايا من حوالي 3-4 شهور مثلا. انت انا حاسك خسيتي يعني ما كنت معايا، صح يا كابتن؟ انا فاكر كويس جدا، يعني انت خسيتي وبتهيألي الخسسان ده الويت اللي ما بتفقده بيبقى انت على الستاند بيبقى حتى حركتك اسهل. زي ما قلت لحضرتك احنا نزلنا فيتنس الفتره اللي فاتت، فالحمد لله يعني جاب نتيجه. طيب برافو عليك. شكرا. طيب ايه اللي جاي وايه اللي بتحلمي بيه؟ اللي جاي يعني انا حاليا يعني مش بركز قوي على التمرين، يعني في جامعه يعني ان شاء الله ان شاء الله نخشها يعني، فاول حاجه التعليم، ثاني حاجه التمرين. طيب هو ليه لا؟ يعني ما هو زي ما قال كابتن طارق، هي بتبقى في اكاديمي، يعني اكاديمي جزء تعليمي وجزء بجزء يعني. طب انت عندك اي بلان للسفر ولا هو؟ لا انا في ثالثه جامعه خلاص. خلاص ما عنديش يعني ما فيش. بس طب هو انت بتقربي، انت جامعتك كام سنه؟ 3 ولا 4؟ سنين يعني خلاص، فاضل لك سنتين صح؟ سنتين.